Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في درس جديد. اول حاجه ما تنساش الضغط على لايك وتكتب لي شي حاجه في التعليق، اي حاجه سواء نقطه او ملصق، فقط باش تخلي المنشور يبان الناس اخرين ويستفدوا معنا. الحصه اليوم غادي تكون على لو فوكابولير وبيان المفردات، نتعلموا بعض المفردات يعني في الجمل. ناخذ الجمله الاولى، لي ما سون سال. Les mains sont sales, al-ayadi mutasikha. Les mains sont propres. Les mains sont propres, al-ayadi nadifa. Les habits sont sales. Les habits sont sales, al-malabis mutasikha. Les habits sont propres. Les habits sont propres, al-malabis نظيفة. بالنسبة لي دو بروميير فراز، شفنا ان ادجيكتيف اللي هو صال في لو بلوريال، وشفنا لو كونترير ديالو في لا دوزيام فراز اللي هو بروبر. ونفس الشيء بالنسبة لي دو ديرنيير فراز، لي زابي سون صال، لادجيكتيف هو صال في لو بلوريال، و لو كونترير ديالو هو بروبر نظيفة في لو بلوريال في لا ديرنيير فراز في لا كاتريام فراز. لو لي اي شو. Le lait est chaud. الحليب ساخن. L'eau est chaude. L'eau est chaude. الماء ساخن. بالنسبة للو لي هو واحد لونو ماسكولان، داكشي علاش حطينا ادجيكتيف ماسكولان لي هو شو. بالنسبة للو هو واحد لونو فيمينا، اذا لادجيكتيف غادي يكون اون فيمينا لي هو شود. الماء ساخن هو في العربية حنا كنقولو بلي ساخن، ولكن في اللغة الفرنسية الماء اسم مؤنث. لو جو زي فخوا. لو جو اي فخوا، العصير بارد. لو اي فخواد. لو اي فخواد، الماء بارد. كما شفنا في ليكزومبل الاول لو اي فخواد، هنا راه لادجيكتيف فخواد يعني في لو فيمينا معناها بارده. حنا في العربيه الماء هو مذكر، ولكن في الفرنسيه مؤنث، بحال كتقول الماء بارده، الماء ساخنه، وهكذا. وغادي نسالو الدرس زعنا بواحد تخوا فخاز اللي كنستعملوهم في لو كوتيديان. لا فخاز الاولى، il se lave les mains avec de l'eau et du savon. il se lave les mains avec de l'eau et du savon. يغسل يديه. il se lave les mains avec de l'eau بالماء et du savon au savon. il se lave les mains avec de l'eau et du savon. الجملة الثانية، il se frotte la tête avec du shampoing. il se frotte la tête avec du shampoing. هنا il se frotte يعني يفرك شعره. il se frotte la tête avec du shampoing. shampoing هو shampoing بالعربية. نمر لآخر الجملة، il se sèche le corps avec une serviette. il se sèche le corps ينشف جسده avec une serviette، بواسطة واحد المنشفة اللي هي فوطة بالعربية. بالنسبة لهاد لي تخوا فخاز اللي شفنا فيهم دي فيرب برونومينو، se laver، se frotter، se sécher، يعني هاد لي فيرب كاملين كيتستعملو بهاد لا فورم برونومينال. امتى كنستعملوهم بدون برونون ريفليشي؟ يعني في لا فورم العاديه، مثلا لو فيرب لافي يعني ملي كتغسل شي حاجه اخرى ماشي في الجسد تاعك، مثلا كتغسل واحد لا فواطور، يعني جو لاف ما فواطور، اغسلو سيارتي. بالنسبه مثلا لو فيرب سو فروتي، الا بتقول لو فيرب فروتي يعني ملي كتفرك شي حاجه ماشي في الجسد تاعك، مثلا جو فروت لا تيت دو مون بيتي فرير، يعني كنفرك راس اخي الصغير، افريكو راس اخي الصغير. بالنسبة لو فيرب سو سيشي، إلا بغينا نقولو لو فيرب سيشي، يعني مثلا جو لاس مي فيتمون سيش أو سولاي، أترك ملابسي تنشف في الشمس، وهكذا. بالنسبة لا فورم برونومينال ديال هاد لي فيرب هادو، الفعل كيرجع على الفاعل. كان هذا الدرس ديالنا، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا. ما تنساش تخلي لي لايك وتعليق اسفل الفيديو، يعني تعليق اكتب فيه اي حاجه بغيتي سواء نقطه او اي حاجه، فقط انه يكون تعليق باش الفيديو يطلع للناس اخرين. والى اللقاء في درس اخر.